المرحومة رحمها الله بالرحمة والمغفرة، وارحم الشهداء جميعا، وارحم أولياء الله الصالحين والأبرياء، اللهم ارحمها وجدد على الرحمة، وارحم والدينا وارحم المسلمين كفاء أجمعين. هذه المرأة الله يرحمها ولدت لنا واحد الوليد صالح صالح في التواضع والأدب والاحترام ديال والعمل ديال البلاد، ودرويش، وهاد الأم ديالو الله يرحمها، والأب ديالو أنا بحال بحال ولدهم في الدار، وكبرت واحد 30 عام أو 35 عام باش تنعرف هاد الرجل. اللهم رحمه بالرحمة والمغفرة بدريس، الله يرحمه برحمة الله. دوز معايا واحد 30 سنة في العمل، 30 عام معايا في العمل، واللهم رحمه ورحم الجميع. وهاد اختي فاطمة الله يرحمها برحمة الله، هي تايا كذا من الناس فقراء بالتواضع، الله يرحمها ويرحم أمتي محمد كذا أجمعين. فاطمة الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المسلمين، امرأة طيبة وامرأة صالحة وامرأة تتحب الضعفاء، الله يعمر لها الدار والله يرحمها ويرحم بابا ادريس هو الله يرحمه، والله يجعلهم يكونوا في جنة الفردوس ان شاء الله. ورب العالمين بابا ادريس وامي فاطمة عطونا واحد الابن صالح صالح بزاف بزاف بزاف، وصالح البلاد سي خيام سي عبد الحق، الله يجعل ربي يسرو وينور طريقه، والنهار الخير ما يحضرش فيه، والله يجعل سيدي ربي يعاونو على البلاد، الله يجعل ربي يعاونو على البلاد. ورا داك السيد تيحبنا وتيحب الفقراء ويحب جميع المسلمين، الله يجعل ربي هو ينور طريقه يا رب العالمين. امي فاطمه الله يرحمها ووسع عليها، الله يجعلها في جنه الفردوس. الكافرين